عبد الله عبد الرحمن داوود، مدير إدارة المشاريع والاستثمار بدار الإنماء الاجتماعي أكاديمية قطر العالمية للتجميل، تم تأسيسها بواسطة دار الإنماء الاجتماعي في العام 2009 لتقدم خدمات متخصصة في مجال علوم التجميل وتصفيف الشعر والعناية بالبشرة والسبا. هدف دار الإنماء الاجتماعي من تأسيس هذه الأكاديمية في تقديم خدمات تدريبية وتأهيلية ذو اعتراف محلي ودولي متخصص في مجال علوم التجميل لفئة السيدات وخاصة المواطنات منهم في دولة قطر والمقيمات في دولة قطر، بالإضافة إلى السيدات من خارج دولة قطر، مستهدفة في ذلك طبعا تطوير الأنشطة والأعمال الخاصة بعلوم التجميل، خدمات التجميل وتصفيف الشعر والسبا والعناية بالجلد، والرقي بهذه الخدمات المقدمة طبعا للجمهور وتحسينها وتطويرها مع الوقت. اليوم أكاديمية التجميل انتهت من 4 سنوات تشغيل تقريبا، وحصيلة الإنجازات في خلال 4 سنوات الماضية هو تدريب تقريبا 1800 سيدة طوال 4 سنوات على البرامج التدريبية المقدمة من أكاديمية قطر العالمية للتجميل. تقريبا 900 سيدة من هذا العدد، 900 سيدة تقريبا هم من القطريات، أي يمثلون تقريبا 50% من هذا العدد، ونحن سعداء بهذه النتيجة. إضافة إلى ذلك، أكاديمية التجميل حصلت والحمد لله على ترخيص من كبار المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال طرح برامج في مجال علوم التجميل، ونذكر منها طبعا ترخيص أكاديمية قطر العالمية للتجميل من سيتسكو، هذه من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال برامج التدريب على علوم التجميل. والآن أكاديمية التجميل تقدم البرنامج التدريبي المتكامل لسيتسكو، وهو اللي يقع تقريبا ب 1800 ساعة، وهو الدبلوم علوم التجميل المتكامل. بالإضافة إلى ذلك لدينا أيضا ترخيص من أكثر من برنامج حسب المنهج البريطاني في مجال علوم التجميل، نذكر منها سيتي إنجيلز، سيبتك، آي تي سي وغيرهم. اليوم في الدار حاولت أن تنشئ الدار مع بعض الشركاء صندوق بأكاديمية قطر العالمية للتجميل ليمنح خدمات السكولرشيب لفئة السيدات القطريات المتقدمات للدخول في برامج التدريب الأكاديمية. واليوم كما اليوم الحمد لله حصلنا استفادة من هذا الصندوق أكثر من 200 متدربة قطرية، ونحن أيضا نأمل المزيد من ذلك في الفترة القادمة. أيضا مؤخرا استطاعت الأكاديمية أن تحصل على دعم وتأييد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتأهيل الأكاديمية، أكاديمية قطر العالمية للتجميل، لتكون بمثابة المرشد والمساعد في مساعدة الوزارة في تأهيل صالونات التجميل في دولة قطر ورفع من إمكانياتهم المهنية من خلال تقديم لهم للعاملين في هذه الصالونات البرامج التدريبية المتخصصة. والآن أيضا لدينا الآن نفس البرنامج أن نطوره، ونحاول أن نساعد الوزارة في مساعدتها في وضع نظام لترخيص الترخيص المهني للعاملين في صالونات التجميل. أكاديمية التجميل يمكن التواصل بها من خلال التواصل فيها المباشر لموقعها. أكاديمية التجميل تقع في نفس مبنى دار الإنماء الاجتماعي الكائن في شارع سحين بن حمد، وهي تقع في الطابق الأول. أكاديمية التجميل في الوقت الحالي متخصصة فقط للسيدات، وأخذنا بعين الاعتبار أن يتم الأخذ خصوصية طبعا كون هذه الأكاديمية تقدم خدمات للسيدات، وبالتالي كل العاملين في الأكاديمية من السيدات، وأيضا البرامج اللي تقدمها هي فقط للسيدات في الوقت الحالي. وكما يمكن أيضا للسادة الراقبين في الاستعلام عن خدمات الأكاديمية
والدخول في برامجها التدريبية والتأهيلية. أيضا زيارة موقعها الإلكتروني هو تحت www.kiba.com أو www.qatarinternationalbeautyacademy.com، أو يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لدار الإنماء الاجتماعي.